all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me, can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours, I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day موظف في شركة عالمية، شوفير لعيبة، بشتغل بصرف على حالي، بس على الأغلب لسه عايش مع أهلي وبصرف علي. شوفير فرشة، حالي صيدلانية، كنت لسه بفكر ايش بدي أدرس. مخفر بسبب ثائر. دكتور التجميل أو بالإعلام. حصير وزير محل أبوي. بمشط شعري أصلا. شايف حالي بعد 10 سنين إيد أبوي اليمين. فرقة موسيقية. Smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that all on the floor. Smack that, oh! World tour. بعمل بيوتكم. بشوف حالي بعد 10 سنين أم. ما بعرف، يمكن نفس الطول. Hopefully أطول من هيك. عم بدور على عروس. بشتغل ببزنس لإلي. بشوف حالي دكتور تجميل. تكون مهندس. مهندس كهرباء في الجامعة المدنية. مهندس دكتور دكتور أسنان. دكتور أسنان اي تي. بعد 10 سنين رح أكون أعالج نفسياتكو. هيني عايش بسويسرا ان شاء الله. صراحة المستقبل كثير مربش ما بعرف. صراحة ما بحب اشوف حالي عشان كثير متواضع. شخص ناجح. فاميلي كونسلر. بشوف استاذ سمير ما عم بيصرخ علي. بشوف حالي بعد 10 سنين مرشد في المدرسة المعمدانية، مرشد في الطابق الثاني بالضبط، مرشد قد الدنيا بعد ما اخلص ارشاد وصحة نفسية من الجامعة الأردنية. بشوف حالي مرشد المدرسة المعمدانية. مؤيد، ما انت مرشد في المدرسة المعمدانية، شو مالك؟ ايه اظن عشت الدور شوي مع الطلاب. ايه شايف حالي رح اصير طويل وافضل لاعب كرة سلة في العالم. كذاب. طبيب جراح قلوب الناس اداويها. انا بكون معي مصاري وكل حدا بحبني وكل حدا بده يتصور معي. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. مخرج بهوليوود. رح أكون لابس نظارات أكبر. بعد 10 سنين بشوف حالي بلف كل العالم. رح أشوف حالي بالمرة. لا بمزح، رح أكون دكتور أسنان إن شاء الله. لحية. دكتور بالخليج جايب أول مليون. بكون باكل. إن شاء الله نحيف وأخصائي تغذية.
رح يصير طباخ. وانا رح يصير زبون عند الطباخ. رح اكون عم بشتغل بالسفارة. بكون لسه بفكر شو بدي اسوي. بربي ب 12 ولد. ماسكة صحن بركض دور اولادي بطعم فيهم. بساعد اهلي بدك تدور اولادها. ان شاء الله بكون نضج شوي. سانتا كلوز محل ابوي. لو انت بفرجها الله. خلاص. رح اسوي اكبر مجله بالشرق الاوسط. شيخ شيوخ منسقين الازهار. بكون عمري 28 سنه. تشريف من حصص ابو لابلي. اكثر شيء رح اشتاق له في المدرسه المدرسه كلها صراحه. لما استاذ سمير كان يحكي لنا يا بنيتي جحرات استاذ سمير. بعد الاستاذ سمير. جحرات استاذ سمير اللي بتخوف اكثر من جحرات امي. ايوه كده يا وديع. رح اشتاق له صبحيات مع مس كريس. اكثر شيء رح اشتاق له المعلم. اكثر شيء رح اشتاق له المدرسه هو المعلم. رح اشتاق ان نسرق اغراض استاذ احمد. رح اشتاق ل 87 87 التليفونات مسلين الاهل. اكثر شيء رح اشتاق له ميري فرح. رح اشتاق لحدا ينوع علي احلى لاكل اللحيه بالمدرسه نومه حصه العربي. رح اشتاق ليوم الاحد والجمعه دكتور ابراهيم حجزي. أكثر إشي رح أشتاق له شيات مصوفات. التشريف من الحصص. أكثر إشي رح أشتاق له معلمة العلوم تبع صف خمس. سندويشات الشطر. أشتاق له كل شيء. سكند هوم. ولا إشي. ولا إشي. ولا إشي. ولا إشي. صراحة رح أشتاق للرياضيات. لا ما رح أشتاق للفيزياء. بلاش. أصحاب. تمريهات وإنذارات أستاذ إلياس. لعب كرة القدم بالأمية المي. رح اشتاق لكل التخصص. زملائي، أعزائي الطلبة، أولياء الأمور الكرام،
لن أجيب على هذا السؤال بكلمة واحدة فقط، لأني أشتاق ليس إلى أمر واحد في المدرسة المعمدانية، لأني أشتاق لكل شيء في المدرسة المعمدانية. أشتاق إلى الدرج، أشتاق إلى الكرسي، أشتاق إلى الساحة، فالاشتياق يسري في عروقي كما يسري الماء. فلن أجيب بكلمة واحدة، فالاشتياق كلمة ممتدة في المدرسة المعمدانية. راح أشتاق لكل شيء مع هذا الامتحانات. صوت استاذ الياس هو بيقول لنا فوتوا على الصف. رح اشتاق لبياع الترمس. اكثر شيء رح اشتاق له بالمدرسه رفاق السوق. عادات الحلوه هاي اللي كانت تصير بمكتب مسكيس بهذا المزجمانة. بعد 10 سنين رح نكون عم نطلع على هذا الفيديو، رح نشتاق لكم كثير.